الحقيقه هذه الفقره هي فقره مهمه جدا، هي متعلقه بفيروس كورونا واللقاحات. امبارح وزاره الصحه طلبت بسرعه تسجيل اطفال من سن 12 سنه لحد سن 18 سنه عشان يحصلوا على لقاح فيروس كورونا، وقالت ان ده هيساهم في تقويه المناعه عند الاطفال. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ودايما منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ جمانة، صباح الخير يا استاذ احمد، اهلا. صباح الخير، اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه يا دكتور، في بدايه جائحه كورونا كان الحديث عن انه الاطفال ممكن تكون الخطوره بتكمن في انهم ممكن يكونوا ناقلين للعدوى، لكن دلوقتي احنا تابعنا خلال المتحور الجديد اوميكرون انه الاطفال كمان بتصاب بفيروس كورونا. عايز اعرف من حضرتك يا فندم بدايه اهميه تلقيح الاطفال في هذا السن من 12 ل 18 سنه، وهل ده بيعتمد او ليه مخصص ليه لقاحات معينه تم تحديدها للاطفال في هذه المرحله السنيه؟ حضرتك شكرا. من الاول بس عايز اقول ان الاطفال كان نسبه اصابتهم قليله، لكن كان هناك اطفال بتصاب، مش بس بيصابوا ويحملوا العدوى وينقلوها، لكن ايضا كان ممكن يجي لهم المرض. لكن دايما سيادتك يا استاذ جمانه الحديث بيدور حول النتائج الاحصائيه او الكلينيكيه السريريه عن نسب الإصابات ونسب تأثيرها بالمرض. بمعنى أن كنا في الأول بنقول أن الشباب والأطفال نسب إصابتهم قد تكون قليلة، قد يكون يحملوا العدوى ولا ينقلوا المرض، لكن كان أيضا بيصابوا بس بنسب أقل بكثير جدا. مع المتحورات الكثيرة في هذا الفيروس والمتوقعة دايما لغايه ما وصلنا لاوميكرون، هنجد ان نسب الاصابه في الاطفال موجوده اكثر، لكن برضه نسب الاعراض المرضيه قد تكون اقل لكن موجوده. وطبعا كان دايما بيدور حول ان كل الانسان ما كبر في السن كل ما كان عنده امراض اخرى متعاقبه، كل ما كان تاثيره بالمرض او تاثره بالمرض كان اكثر. ولذلك كان التداعيات بتاع المرض بيكون اكثر في السن الكبيره. وحضرتك لو تفتكروا كان التطعيمات في الاول كان مخصص لها فئات معينه صحيح. من كبار السن او اللي عندهم امراض مزمنه وهكذا. طبعا في الفتره الاخيره على مستوى العالم كله ومستوى مصر ايضا وجد ان نسب الاصابه في الاطفال وفي الفئات العائليه المختلفه بتكون عاليه. وبدأت تدريجيا تتعمل التجارب الكلينيكيه السريريه مش بس على الاطفال وعلى الحوامل وعلى فئات اخرى اللي كنا زمان بنقول لسه ما فيش ما يثبت او يؤكد سلامه اللقاحات فيها. دلوقتي كل ده ثبت انه في امان في اعطاء اللقاحات للاطفال والحوامل والمرضعات، ولذلك بدأ العالم كله يتجه نحو اعمار او فئات عمريه اقل. وطبعا احنا دخلنا الحمد لله في مصر في بعض انواع اللقاحات لاعطاء تطعيمات للاطفال من 12 ل 18 سنه. احنا كنا بدانا الاول الحقيقه من 16 ل 15 ل 18 ثم بدانا نقل في هذه الفئات العمريه. احنا دلوقتي نزلنا بالسن يا دكتور. ايوه لغايه 12 سنه. طيب يعني دكتور حضرتك قلت معلومه يعني غاية الأهمية بصراحة، يعني هي فكرة إن اللقاحات اللي بيتم تلقيها أو تطعيم الأطفال بيها هي تم عمل تجارب سريرية عليها، مظبوط؟ بالظبط يا فندم. طيب وعلى فكرة هو عشان كل أنت عارف طبعا نتيجة للجائحة كثيرا من اللقاحات وكثيرا من الأدوية لما سجلت كان سجلت ما يسمى تسجيل عاجل أو طوارئ. صحيح. بمعنى ان هي لم تاخذ فتره زمنيه طويله للتجارب. طبعا كل ما الفتره بتمر كل ما التجارب بتزيد وكل ما يتم التاكد من امان وصلاحيه هذه اللقاحات. صحيح. طيب دكتور، يعني واحنا بنتكلم على تطعيم وهذه التجارب السريريه، هل تم عملها على كل اللقاحات فبالتالي الاطفال يستطيعوا ان ياخذوا كل اللقاحات الموجوده لفيروس كورونا، ولا في يعني لا؟ الوزاره فندم محدده انواع اللقاحات اللي ممكن تؤخذ لهذه الفئه العمريه وايضا اللي ممكن تؤخذ للحوامل والمرضعات. ايه اللقاحات اللي ممكن ياخذوها الاطفال؟ يعني مثلا نمره واحد فايزر،
نعم. هو نمره واحد الاكثر نوع يعني في امان ليه تجارب عليه لاعطائه لهذه الفئه العمريه. وبعد شويه بيتم تجارب على انواع اخرى من اللقاحات. يعني حتى الان هو فايزر بس اللي هياخده الاطفال صح؟ لحد دلوقتي يا فندم. طيب دكتور محمد، يعني في المدارس زمان واحنا صغيرين شويه كان دايما بيبقى فيه مواعيد محدده لبعض التطعيمات لامراض مختلفه الحقيقه. هل وارد انه مع دخول مثلا الترم الثاني، وزي ما حضرتك قلت حسب الاحصاءات ان نسبه اصابه الاطفال انه يبقى التلقيح ضد فيروس كورونا يكون الزامي زي ما هو او مجدول زي بقيه اللقاحات للامراض الثانيه طبعا عشان ده نقدر نمنع الاصابه بفيروس كورونا؟ حضرتك طبعا ده كل شيء وارد طبعا حسب الخطه اللي معموله من الحكومه والوزاره وبتدرسها اللجان العليا العلميه واللجان العليا لاداره الازمه وحسب التجارب الكلينيكيه المحليه المصريه او العالميه بيتم هذا. برضه افكر حضرتك ان احنا قبل بدايه العام الدراسي كان خطه لتطعيم كل العاملين في قطاع التعليم سواء ما قبل الجامعي او الجامعي، وكان لسه ساعتها الفئه العمريه المتاحه هي بعد 18 سنه، ثم فتعاملنا كل العاملين في الجامعات سواء الساده الاساتذه او العاملين او الطلاب اللي هم اكثر من 18 سنه، وبعد شويه لما بقت الفئه العمريه اقل تم تطعيم الطلبه اللي دخلوا الجامعه لاول مره السنه دي اقل من 18 سنه. الموضوع حضرتك اللي قلتيه ده مهم جدا، إذا تم إتاحة تطعيم للأطفال في الفئة العمرية اللي هم من 12 ل 18، طبعا في جزء منهم كبير في الثانوي هيتم تطعيمهم، وبعد كده لو الفئة العمرية نزلت عن كده هيتم تطعيم كل الطلاب. وعلى فكرة يا فندم هي مصر ليها يعني سابقة مهمة جدا في التطعيمات والتحصين ضد الأمراض، وفي ما يسمى التطعيمات الإجبارية اللي كل بتتعمل مع شهادات الميلاد ويتم تطعيمها للاطفال حمايه لهم من الامراض المختلفه. وطبعا كلنا عارفين وبنشوف الحملات المكثفه القوميه للتطعيم ضد شلل الاطفال. صحيح. طبعا الحمد لله مصر خاليه حاليا من شلل الاطفال، لكن نتيجه لوجوده في بعض بلاد العالم، ومصر طبعا بلد مفتوحه، فاحنا الدوله بتقوم بالتطعيم المجاني الكامل في حملات مكثفة الأعمار بفئات عمرية من سن واحد إلى خمس سنوات، سن يوم لخمس سنوات. صحيح. ضد شلل الأطفال وطبعا ضد الحصبة والسعال الديكي وحاجات كتير جدا وأمراض مختلفة. عشان كده يا فندم ده كان يعني السبب ورا سؤالي لحضرتك، أنه بالفعل مصر بتوفر لقاحات الحقيقة على مدار سنين كتير جدا لمختلف الأمراض، وحتى فيروس كورونا دلوقتي شايفين الحمد لله أن اللقاحات متوفرة. احنا سيادتك اللي حصلوا على عدد الجرعات اللي تم يعني تطعيم او تلقيح المواطنين بيها وصلت الى 68 مليون جرعه. في حوالي 39 مليون خدوا الجرعه الاولى، واحنا كان هدفنا الحقيقه في بدايه السنه دي نوصل ل 40، بس قربنا نوصل. في 28 مليون خدوا الجرعه الثانيه. صحيح. في حوالي 800,000 خدوا الجرعه الثالثه. وما زال عندنا كميات كبيرة جدا من اللقاحات وفي تدفق لهذه اللقاحات. صحيح. وكان في تصريح يا دكتور لوزارة الصحة بيقول اللي احنا عندنا تقريبا 74 مليون جرعة حاليا موجودة تكفي ل 52 مليون مواطن. احنا اتكلمنا على اللقاحات الخاصة بالأطفال، لكن هل في موانع لأخذ الأطفال لهذه اللقاحات حالة وجود أمراض محددة مثلا؟ حاليا الحمد لله ما فيش موانع محدده لعدم اعطاء هذه اللقاحات. نعم. وطبعا مع تجربه ان في 68 مليون جرعه تفتت، الاثار المحتمله من هذه اللقاحات هي المعروفه لنا مع كل اللقاحات. ويمكن سيادتك طبعا اكيد خدت التطعيم والاستاذ يومان اخذت وكلنا خدنا. صحيح. اكثر اثار جانبيه هي اللي بتحصل مع اي لقاحات. يعني زي ما احنا شايفين في الصوره الانسان بيطعم في كتفه، ممكن مكان الحقن يوجع شويه يوم او اثنين. صحيح. ممكن مكان الابره او الحقنه اللي بتاخد بيها اللقاح يحصل شويه احمرار او شويه هرش،
ممكن شويه تكسير في الجسم. ودي الاعراض الطبيعيه يا دكتور، يمكن مش بس مع لقاح كورونا اللي موجوده، حتى مع تطعيمات مثلا شلل الاطفال وغيرها من التطعيمات اللي قالت جمانه اللي احنا كنا بناخدها في المدرسه دي. يعني هي دي طبعا المتوقعه بما اننا بنتكلم عن هذا اللقاح، لكن ما لم يرصد الحقيقه اي اثار اخرى جانبيه خطيره من هذه اللقاحات. فهي امنه، وطبعا زي ما احنا قلنا وحضرتكم قلتوا من شويه، هي بتدي نوع من الحمايه او المناعه. صحيح ما بتمنعش الاصابه 100%، لكن اللي بيجي له الاصابه وهو واخد تطعيم، على فكره احنا عملنا ابحاث كلينيكيه على الفرق بين اللي خدوا التطعيمات واللي ما خدوش، ودراسه من منهم يدخل المستشفيات، ومن منهم يحتاج الرعايه المركزه، ومن منهم يحتاج التنفس الصناعي. اللي خدوا اللقاحات اقل بكثير جدا جدا من اللي ما خدوش. دي اهميه اللقاحات يا فندم. يعني احنا اكدنا على فكره انه من تلقى اللقاح مش معناه ان هو مش هيتم اصابته بفيروس كورونا طبعا لا قدر الله، لكن هي بتقلل من حده الاعراض وبتقلل كتير جدا من نسبه دخول المستشفيات. طب دكتور محمد، خليني بس اكد على نقطه هامه جدا، لانه احنا دايما عندنا بيبقى عندنا قلق كده ومشروع الحقيقه لما يكون حاجه ليها علاقه باطفالنا او باولادنا. افهم من حضرتك انه يا فندم حسب الدراسات والتجارب الاكلينيكيه انه ما فيش اعراض جانبيه مختلفه عن اللي احنا عارفينها بالنسبه لتلقيح الاطفال من سن 12 ل 18 سنه. بالظبط يا فندم، على مستوى مصر ومستوى العالم كمان طبعا بكل تاكيد، يعني حتى اللقاحات بمختلف يعني انواعها كله بدا هذا، بلاد كتير بدات ولم ترصد اي اثار جانبيه تقلق من تطعيم الاطفال ضد فيروس كورونا. طيب هي الفندم كم طفل تم، يعني عدد الاطفال اللي مستهدف تطعيمهم؟ حضرتك احنا يعني من 12 ل 18 سنه هيطلعوا ملايين. فاحنا ربنا يخلي، يعني احنا عندنا في الفئات العمريه اللي هي الصغيره، يعني عندنا 2.4 مليون مولود كل سنه. فحضرتك لما تحسمي من سن يوم مثلا لسن سنه هيطلعوا 2.5 مليون، 12.5 مليون اقل من 5 سنين، نحسبها بالطريقه دي يطلع العدد المطلوب تطعيمه يعني كذا مليون يعني. هايل. طيب دكتور محمد، احنا يعني لاحظنا في الفترة الماضية من أيام يعني قليلة تحديدا انخفاض الأعداد الخاصة بالإصابة في متحور أو بمتحور أوميكرون، هل احنا نقدر نقول النهاردة اللي يعني خلاص انتهت ذروة الموجة الحالية؟ ما اقدرش أقول كده دلوقتي، احنا بداية بالأعداد. احنا عندنا دلوقتي كل يوم الأعداد التي رصدت عن طريق أو تم التعامل معها مع الوزاره والمستشفيات الجامعيه هم 2000 وشويه. لسه عدد الوفيات بيدور ما بين ال 50 و55 و60. فسيادتك دايما بنتكلم على الذروه لما نصل الى عدد ثابت لعده ايام ثم يبدا انخفاض هذا العدد. فاحنا طبعا زي ما احنا شايفين الاعداد اللي هي، واحنا دايما قلنا كده والوزاره قالت كده، العدد اللي بيرصد عن طريق الوزاره مش هو كل الحالات المصابه. صحيح. لان طبعا زي ما احنا عارفين ان كورونا بصفه عامه واوميكرون بصفه خاصه، هو طبعا النوعين السائدين حاليا هم اوميكرون ودلتا. اوميكرون هو السائد في العالم وعندنا برضه هو ودلتا. فحضرتك دول يعني اخر متحول اللي هو اوميكرون كان من ضمن الظواهر الخاصه بيه ان عدد الحالات التي تصاب من المصاب عدد كبير جدا. والابحاث بتقول ان هو من 14 ل 17 شخص. وده اكتر بكتير قوي من الدلتا ومن الانواع السابقه ومن الفيروس الاصلي اللي هو قبل المتحورات. فلسه يعني طالما ان العدد لسه في حدود ال 2000 يعني بيتارجع او يتذبذب ما بين 2000 2100 2000 وهكذا، عندما نصل الاستاذ احمد الى عدد ثابت لعده ايام ثم يبدا الانخفاض، نقدر نقول ان احنا بدانا نرصد يعني ان هذه الموجه بدات تقل. نعم، لكنه متحور سريع الانتشار، لكن في نفس الوقت اعراضه اقل يا دكتور. في معظم الحالات. يعني دايما الكلام الكلينيكي زي ما قلت لحضرتك من شويه بيدور حول العمليه الاحصائيه، يعني كم واحد بيصاب ويجي له كم مرض. فالملاحظ الاتي في هذا المتحور، معظم اعراضه في الجهاز التنفسي العلوي،
ممكن يبقى في رشح وعصب وجع شديد في الزور في الحالات، بينزل للشعب الهوائيه يعمل التهاب شعبي. طبعا الحالات الثانيه كان بيعمل التهاب رئوي، يعني ينزل الى الرئتين نفسهم نسيج الرئه. ده النسب هنا اقل، يعني الغالبيه العظمى من الحالات بتشتكي من اعراض تنفسيه عليا، حراره ممكن طبعا، ظاهره تكسير في الجسم عام اللي هي الاكس في الجسم كله، دي مرصوده في الغالبيه العظمى من الحالات. يعني اذا الاعراض العامه، في اعراض طبعا اعراض مزعجه برضو يعني، انما اقل من اقل شده ويمكن اقل خطوره من المتحولات الثانيه، لكن موجوده. طيب دكتور محمد، خليني اروح مع حضرتك للجرعات التنشيطيه او الجرعات التعزيزيه. الحقيقه اللي حسب الدراسات زي ما حضرتك تحدثت هي مهمه جدا جدا، يعني ما بقتش مجرد تاكيد على الجرعتين او لو في لقاحات بتبقى جرعه واحده، فهي مهمه جدا. ففي بعض الاسئله اللي بتدور في اذهان المشاهدين، والحقيقه خليني اطرحها على حضرتك واتكلمنا فيها يعني بشكل مفصل اكتر. اولا، هل لو حد تلقى لقاح محدد الجرعة التعزيزية لازم تكون من نفس اللقاح؟ لو حد تمت إصابته بفيروس كورونا بعد ما تم تلقيحه بعد قد إيه يقدر يروح ياخد الجرعة التعزيزية؟ خلينا نعرف بعض التفاصيل من حضرتك يا فندم عن الجرعة التنشيطية أو التعزيزية أو الجرعة الثالثة. هي كلمة جرعة تعزيزية أو جرعة ثالثة ليه؟ هو أصلا إحنا بناخد اللقاح أو الأمصال عشان نكون مناعة في الجسم ضد الفيروس أو ضد الميكروب اللي بيعمل المرض. فهذه الأجسام المناعية بتتكون التي تقاوم الالتهاب أو تقاوم الفيروس، بتتكون على فترة زمنية. في نوعين من المناعة، مناعة دائمة لبعض اللقاحات، يعني اللي بياخدها ممكن يقعد فترة طويلة جدا ما عندوش المرض ما يجيلوش المرض. وفي لقاح في مناعه مؤقته زي ما بيحصل مع فيروس كورونا، محتاجه نعيد التطعيم كل فتره زمنيه. هذه مثل واضح جدا في هذا. الفئات المرضيه اللي بتحتاج تاخد تطعيم الانفلونزا الموسميه، نعم، لازم تاخده كل سنه. يعني كل 9 شهور الى سنه ياخد التطعيم، لسببين. السبب الاولاني عشان ان المناعه اللي خدها من التطعيم الاولاني او الثاني بتنتهي او بتقل جدا، بيحصل تبل دي هتقعد تقل كده. الحاجه الثانيه ان قد يتحول الفيروس، عشان ولازم ادي تطعيم عشان نقاوم هذه المتحولات. نعم. فحضرتك احنا من زمان قوي والله قلنا الكلام ده، قلنا التطعيم هيشتغل ما بين 6 ل 9 شهور. صحيح. بعد 6 شهور بالتجارب برضو ثبت ان لازم الواحد ننشط هذه المناعه او ننشط المقاومه ضد الفيروس، ان انا اخد تطعيم ثاني او جرعه ثانيه من التطعيم. اعود للسؤال بتاع سيادتك، طب لازم ياخد من نفس النوع؟ لا، مش لازم نفس النوع. ليه بقى؟ لان كل الانواع بتدي مناعه، بتدي اجسام مناعيه، بتدي مقاومه. فاذا انا لما بحتاج جرعه ثانيه مش ضروري يكون نفس النوع اللي خد منه المره السابقه. الاولى والثانيه يفضل يبقى نفس يعني النوع. يعني افهم من كلام حضرتك يا دكتور ان يفضل ان هي ما تكونش من نفس النوع علشان خاطر تكون الاجسام المضاده اللي بتتكون هي اجسام مختلفه يعني. دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر وعلى هذه المعلومات القيمه.